السلام قبل الكلام أصدقائي. صديقي إذا حابب تبدأ بتداول الفوركس أو أنت متداول قديم وتعبت من الخسارة، صديقي بدعوك لتنضم لمجموعتنا. مجموعتنا ضخمة وبتضم صفقات ناجحة. إذا حابب تضاعف رأس مالك وتحصل على الحرية المالية، منقدم لك نحن صديقي توصياتنا المجانية وبالإضافة لكورسات تعليمية. ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا بمنصة أكسينز وتسجل على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أرباح أكثر من 500% بالشهر. صديقي نحن بنشتغل على منصة أكسينز، واجهة سهلة تداول ومنقدم لك خدماتنا الكاملة بهاي المنصة. صديقي لا تنسى تعمل اشتراك قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وتراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. هالكلام مهم راح أحكي لك عن الاستثمار راح يعملك مليونير. فرصة عمرك ممكن تكون قدامك وانت مش شايفة. صديقي إذا شايف هذا المحتوى فيه معلومات مهمة، مهم كتير تنشره ليصل لأكبر عدد من الناس حتى يقدروا يستفيدوا من هذا المحتوى. أجزاء من البيتكوين يعني قشور 0.01. صديقي قشور البيتكوين هاي راح تحقق لك أرباح كبيرة ويمكن أنت صديقي ما تقدر تستوعبه. مستثمر مشهور بالبيتكوين دافنشي قبل 10 سنين قال استثمر ولو 1 دولار في البيتكوين وانسوا. ناس بتتكلم عن البيتكوين بتقول سعر البيتكوين غالي وناس منتظرين ليصحح ومنتظرين لينزل سعر البيتكوين، لكن صديقي بعد سنين راح تندم، راح تقول كان البيتكوين ب20,000 بعد 5 سنين وتندم على عدم استثمارك فيه. 3 أحداث مهمة قادمة لسوق الكريبتو. أول حدث اللي هو بالقريب العاجل الهالفينج، المعدنين بيحصلوا على كمية من البيتكوين بالتعدين. حدث الهالفينج راح يحصلوا على نصف ما كانوا بيحصلوا عليه، يعني صديقي البيتكوين راح يصير نادر أكثر. وطبعا هالحدث قادم بالسنة الجاي بشهر الرابع. بكل مرة يحصل الهالفينج نشوف ارتفاع. الامر الثاني صديقي الاقتصاد الامريكي والدين الامريكي اللي زايد بالتريليونات، يعني الركود الاقتصادي قادم ما في مجال، ممكن لسنة الجاي اكيد رح ينزلوا سعر الفائدة لحتى يحاربوا الركود ورح يطبعوا فلوس. صديقي اصبحت الفلوس كتيرة والفائدة قليلة، الاشخاص والشركات رح يرجعوا للاستثمار اسهم وكريبتو لتحصيل عائد. اما الحدث الثالث والمهم يا صديقي صناديق الاي تي اف سبوت بيتكوين، ممكن صديقي تدخل مليارات الدولارات الى سوق الكريبتو. مجموعة كبيرة من الشركات مقدمين على رخصة لصناديق البيتكوين راح يتم الموافقة عليها بالاكيد، فقط صديقي مسألة وقت. الان هيئة الاوراق المالية عمال بتأجل. شركة بلاك روك اقامت دعوة على هيئة الاوراق المالية وربحت الدعوة بسبب صناديق الـ ETF. مايكل سيلر الرئيس التنفيذي لجريستيل قال عن قبول الصناديق الـ ETF اتوقع البيتكوين من 10x الى 100x والكل رح يشوف البيتكوين عمال بيصعد ويشتري ويقول رح يصعد اكتر. اتخيل صديقي اي مبلغ انت بدك تحطه بتضربه ب10 او ب100. صديقي البيتكوين مو كبير، مو شيء قديم، يعني حدث جديد ولسه والمستقبل قدامه. صديقي عمر الكريبتو 14 سنة. اما صديقي اكثر اصل امن بالكريبتو هو البيتكوين بدون جدال. مثل ما بتعرف صديقي البيتكوين رأس الهرم للعملات الرقمية. صديقي عدد البيتكوين 21 مليون والموجود حاليا 19 مليون، لكن هذا الموجود مو حقيقي، ممكن يكون عدد الحقيقي 12 مليون، الباقي مخزن وفي منهم أصحاب متوفيين أو محافظ مختفية. لازم صديقي تفكر أكثر للمستقبل، وإذا بتحب صديقي أوافيك الأخبار أول بأول ما عليك صديقي إلا تشترك بقناة التليجرام وقناة اليوتيوب لحتى تقدر تأخذ أهم الصفقات الناجحة.